قررت أن تنتمي يعني في اللحظة يا تاه، يعني اندلقت من البداية، من أول شريط، من أول كتاب، من أول سطر، وأنت زول مأزوم، يعني ما في عافية، ما في عافية فكرية ولا في عافية نفسية لحظتها، وأنت تلتقي بالأستاذ عبر الشرايط وعبر الكتاب. من 200 قررت أن تقول والله أنا هخش التدريب ده وهتحمل نتائجه. نعم، بعد ما قريت الكتب، بالذات قريت كتاب لا إله إلا الله وقريت كتاب طريق محمد، بديت أطبق أعبد. يعني رجعت للصلاة بعد غيبة، وحتى يعني أبوي كان مسرور جدا بالقصة دي، لأنه شافني فترة كان بيجي يلقاني نايم ليل ضحى كده وكده، ويقول لنا يا أولادي أنتوا نصارى بتناموا للضحى وكلام زي ده، يعني كده الأشياء العادية اللي بيقولوها الآباء للأبناء في تلك السن. فشعرت بأنه الصلاة أدتني راحة، ولأنه بدأت أصلي صلاة مجودة حقيقة، يعني زي ما موصفة. يعني كان الأستاذ وضع يعني توصيف للصلاة النبوية بتفاصيله، وأنك طبعا تملأ، وده مش المهم الصلاة بس، بدأت تصلي الصلاة قبال ما تلاقي والواجب الأستاذ. بين الصلاة والصلاة. نعم، بدأت تصلي قبال ما تلاقي الأستاذ. أي نعم هاي نعم فالصلاة، الصلاة اللي صليته قبال لقاء الأستاذ صلاة مجودة. بعتقد كده. اي نعم، ما كنت ما قاري الكتاب، قاري كتاب يعني أنت طريق ما صليت محمد، إلا بعد ما قريت الكتاب، ولا قريت صليت ما في غمرة الحالة اما الحاله عشتها؟ مع قرايه الكتاب لقيت اجابات جزئيه. يعني المرحله زي دي انا فهمتها، انك انت بتحتاج تنشئ صله بالله. الله، الحاله القلق دي هي جايه من الوحشه في الحقيقه، انك انت ما عندك ارتباط روحي بالغيب، انك انت حاجه في الفراغ ما عندها جذور. ولذلك وين ماركس؟ وين انجلز؟ وين اختفوا، ما مش لانه وين؟ ما قدموا اجابات. يعني ما في الاول انا اعجبت بالتحليل وبكذا وبكذا، لكن شعرت بان الموضوع ده في جانب نفسي لابد ان يجاوب. يعني وده لحسن الحظ انه ظهرت عندي هذه الحاجه الملجئه للروحانيه. ولذلك لما جيت بمشهد، زي ما بيقولوا الصوفيه، اتيت اليها بمشهد. انت ما كنت ولد الحاله الصوفيه دي. نعم، شنو الفرق بين تصوفك الأول وتصوفك الثاني؟ ما كان عندي حاجة زمان. أنا اختار يعني تصوفي الأول هو مجرد رؤية لناس بيعملوا أذكار، لقصص سمعتها في طفولتي من أبوي مأخوذة من الطبقات وكده. هو ما قاري، هو كان رجل أمي، لكن كان حافظ كتب كل الطبقات دي محفوظة شفاهيا عنده، والكرامات والحاجات. والكرامات وكلها. نعم، ده كانت في الأول. بعد ذاك هو جاء التعليم المدني وجاءت الثقافة الغربية وبدأنا انتقدتها، انتقلت طبعا. يعني انتقدتها ذاتها، يعني رفضت الكرامات دي صحيح بالعقل صحيح ده. صحيح. والحقيقة أول كلام لي كان مع الأستاذ محمود كان حول الكرامات، وكان حول مش حول الكرامات، وأقول لك القصة وقصة أفتكر إنها لطيفة جدا. نعم. كان في كلام، أي الأستاذ أول جاي لي للأستاذ، قمت قلت له أنا يعني طبعا بفتكر. الأستاذ، المشاهدين أول ما نقول كلمة الأستاذ يعرفون احنا قصدنا الاستاذ محمود نعم محمد طه. طيب نعم، لانه قاعد نقولها كثير الناس ما يكونوا يعني جدا منتبهين جد لها. قلت له انا يعني عندي اعتراض على، ما بتذكر الكلام كامل، لكن ده كلامي قلت له، انه مثلا زي السيد علي مثلا وكطائفه الختميه، وانه مثلا امراه فقيره مثلا في المديريه الشماليه مثلا يكون عندها حصاد بتاع تمر، عندها شوالين ثلاثة، تقوم تشيل لها شوال تجيبه للدائرة، هي أحوج للشوال بتاع التمر ده من الدائرة. الأستاذ محمود سكت فترة طويلة ما جاوبني طوالي. قام قال لي ما بتفتكر أنه الراحة النفسية اللي بتلقاها هي أهم لها من شوال التمر؟ بعدين سكت تماما. أنا ما من النوع الذي لا ما, ما عندي لجاج، يعني ما بحاول، بس بحاول بسمع. إذا زور رد علي رد بقعد بفكر فيه فترة يعني. فبعد ذاك فعلا بديت أفكر في أنه أصله هي القيمة شنو يعني؟ يعني هي ما دامت عندها عقيدة، وأنه عقيدتها دي بتخلق لها توازن نفسي داخلي، وأنه هي يعني انتماء للطريقة وانتماء لمشيختها، أنها بتقدم يعني الشوال ده أو زي ما يكون. ما جاك يعني السؤال ده كان نابع من قصة أنه الدين بهكذا فهم يشكل افيونا للشعوب، مخدر للشعوب؟ يعني انا كنت كاني جاي للاستاذ وفي ذهني انه الاستاذ بالضروره يكون زيي،
يعني يعني عنده راي في العقائد الزيدي والما كنا احنا برضو جايين من خلفيه يساريه، انه ده استغلال للبسطاء وللكادحين وكل التعابير اللي انت تقولها في الوجه هذا. لكن وجدت انه في تفكير مختلف، هو يفكر في القضيه بطريقه مختلفه، ده خلاني اتوقف لافكر في الامور، والى الان انا افكر في القضيه بطريقه مختلفه لحسن الحظ. يعني انه بفتكر انه الروحانيه هي مكون في الهيكل البشري ده، لا يمكن الحضاره الراهنه ان تتجنب او انها تلغيها. خلينا لما نجي لامريكا. نعم. والسؤال اللي يكون برز بوضوح كمان لما مشيت الولايات المتحده. نعم. الامريكيه. لكن خليني ارجع بك تاني اللقاء الاول مع الاستاذ محمود، بتين قررت ان تنضم؟ هل اما انت قابلته انت مسلم ولا قابلته انت قلق؟ قابلته انا مقتنع بالطرح ومقتنع بنهج العباده والتوصيف لها وقيمتها وتبحث عنها عن شنو. بعدين انا قبل بديت كلام انت ما خليتني مشيت فيه، اللي هو مش الصلاه وبس، الصلاة الوسطى في فهم الأستاذ اللي هي بين الصلاتين، يعني أن تمسك جوارحك، وفي كلام مفصل جدا أنك مثلا أن تبدأ بأن تمسك جارحتك، بعدين أن تمسك لسانك، بعدين أن تمسك خاطرك، لأنه الخطيئة تبدأ في الخاطر، بعدين تنزل للسان، بعدين تتجسد فعل، ولذلك بتبدأها أنت بأسلوب عكسي. في البداية يسهل لك، قد ما تمسك لسانك لكن تمسك يدك، ما تبطش بين الناس، ما تضرب، لكن ممكن تتلفظ. معليش أنا دي مرحلة كويسة، بعدين تجي تزحف تشيل اللفظ، تزحف تشيل الخاطر الجارح نفسه، ولذلك شعرت بأنه هنا في ترقي العبادة، عمل فيه نمو في السلوك ونمو في الفكر. أنا طبعا معني بتتبع تجربتك. نعم. يعني أكثر من معني بمناقشة الأفكار. نعم. يعني الآن في هذه اللحظة. نعم. فأنا داري أشوف أنه زي كأنه مدخلك هو زي مدخل اليسار، زي مدخل زين العابدين الركابي، قرايات وسماع. هناك كانت حاجة مختلفة، قصيدة ساقتك، واليسار كتاب ساقك لأنه اداك أجوبة، وهنا أزمة قريت دخلتها. متشابهة المداخل. نعم. كلها صحيح؟ متشابهة من الناحية الشكلية. هل. لكن ما نفسي، يعني انت لما تقول انا التحولات دي حصلت لي في 7 سنة او 5 سنة، يمكن تقول من بداية الثانوي لحد، يعني يقول 5 سنة لحد سنة اولى في كلية الفنون، في دي من المراحل بالمناسبة الناس بنمو فيها نمو سريع جدا، بالذات السن من 16 ل 20 ل 21، دي بتحصل فيها التقلبات، شخصية الانسان بتصاق هنا بالمناسبة. انت قابلت الاستاذ عمرك كم؟ قابلت الاستاذ يعني قابلته سنة 71 عمري بالضبط 20 سنة. عمرك 20 سنة؟ نعم. ال20 سنة اللي قابلتها فيها الأستاذ وال20 وبعدها لحد العمر اللي قعدت فيه لليلة. نعم. النظرة بين ال20 والليلة واحدة؟ لا ما واحد. لفكرة الأستاذ. حتى لفكرة الأستاذ. ما واحد. يعني ما لانوش الفكر شنو؟ الفكر ما مرقوم في في كتابة أو ملفوظ في كلمات. لكن أنت تفاعلك معاه شنو؟ يعني حتى وده ينطبق حتى على النصوص المقدسة. يعني انا دار اشوف جانب يعني النمو والتطور في فكر الدكتور النور حمد بين الولد اللي عمره 20 سنه. نعم. وهو عايش القلق ده كله الكبير والاسئله الصعبه دي. نعم. وارتمى في حضن الاستاذ يعني وفي اجاباته لنا. نعم. الليل النور من عين للاسئله نفسها، هل كانت الاجوبه نفس الاجوبه ممكن الان يستلفها لو عاش نفس حاله القلق؟ يعني الان لو مشى النور حمد الان وقرر وقابل الأستاذ الآن، هل بتكون أجوبته للأسئلة وهو عمره 20 سنة هي نفس الأجوبة بياخذها الليلة؟ لا أبدا، مطلقا لا. يعني شنو يتغير في النور بين الفترتين؟ دي من المسائل من الصعب قولها، ودي بالمناسبة دي المسائل لا يسعف فيها إلا التصوف. يعني الـ بمعنى شنو؟ أنك أنت العلاقة بالله علاقة شخصية أصلا، ودي واردة في القرآن بطبيعة الحال. يعني أنه ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. الفردية أساسية في, 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 في الإسلام، ولذلك العلاقة بالله في شكلها العام ده شكل الشريعة معروف المفروض يكون الناس عليه، لكن العلاقة في مستوى الحقيقة بالله ودي عند تصوف معروفة، ده تاريخ تراث ضخم جدا،
هي قدرتك انت في استيعاب المعارف الالهيه. شنو اللي تغير في النور؟ اني انا ما عدت قلق اطلاقا، وعلاقتي بالله اختلفت تماما. يعني تصوري لكيفيه العلاقه بالغيب ومعرفة العالم ومعرفة نفسي ومعرفة مآلات الأمور ومعرفة سيرورة الأشياء تغيرت تماما. ما زالت الأجوبة دي بتمدك بالمعرفة؟ الأجوبة اللي أخذتها عمرك 20 سنة؟ لا، الأجوبة اللي أخذتها عمري 20 سنة هي أجوبة في 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 المدخل، هي جمعتني ودخلتني للممارسة، لكن الممارسة ما بتثمر، بتثمر فكر. قادر تبصر الليلة وين الصح والخطأ في فكرة الأستاذ محمود؟ يعني إذا أنا عذرتك وقيتها، نعم، أنت عمرك 20 سنة، نعم، معرفتك محدودة مهما كانت يعني، نعم، وجاي معزوم نفسيا، نعم، وجاي معزوم فكريا، الليلة النور بقراياته ومعرفته قادر يعاني يقول هنا أخطأ الأستاذ، هنا أصاب؟ ما بقدر أقول بالشكل ده، لكن بيكون عندي تحفظات قد يكون على بعض الأشياء مثلا، أو يعني قد يكون لأنه أصلا شنو هو ما يعني الأستاذ بالنسبة لي هو قايد للطريق النبوي، حالته هو ومسلكه هو بخصه ما بخصني أنا. أفكاره، أنا بتكلم عن نعم. أفكاره، نعم، أنا تكلمت على أفكار مع الشخص. ما الأفكار دي يعني الأفكار مثلا إذا قلت مثلا أفكار تطوير التشريع أنا ما ده أنا رأيي ما تغير فيه. لا أنا بغض النظر عن التفاصيل، نعم، أنا سألت بالإجمال عشان أشوف قدرة التعاطي النقدي عند النور حمد مع الفكرة. هل الفكرة دي عندها حجاب يحول بينه وبين العقل، بعين أنك ما ممكن تعاين ما وراها تشوف خلفيته والش اللي تكونت فيها كيف وتقدر تقول هنا صح ولا غلط، خلاص تقبلها كما هي، ولا عندك قدرة انك تعاين وتنتقل؟ لا يعني فكرة انسانية ولا فكرة فوق الانسانية وبتقدر تمشي تتعامل معها؟ لا هو اي فكر انساني يعني في نهايات الامور. لا يعني بدون فلسفة، انت فاهم انا قاصد شنو؟ نعم، ما داري فلسفة، ما داري طيب افهمها، ما انا بس داري اطر الاشياء، يعني ما تبقى كليشيهات شكلية تضلل المستمع من المعنى. انت من تقول انا باحث عن المعنى، اما تقول المعنى شنو؟ نعم، اما تقول انه تلمح في فكره الاستاذ كل من كارل ماركس وجارودي وفرويد وسارتر، يعني اما تلمح كل هؤلاء وغيرهم بلا شك، الا يعطيك هذا دافع لتقول هنا اخطا وهنا اصاب؟ ممكن اقول اذا موجود ما اراه انا فعلا انه هنا اخطا وهنا اصاب، لكن الفكره هي اداه. أداء، والأداة دي مثلا هسه على الجمهورية مثلا بيفكروا في قيام حزب لحد كبير جدا، كثير من الناس بيفكروا انه الحزب لما يقوم ما بقوم بصورة تنظيم الجمهوريين اللي كان مثلا في الثمانينات او كان في السبعينات، يعني انه لابد انك انت تتعامل مع الواقع. الحزب مواقع ثاني، انا بتكلم عن فكر الاستاذ بحد ذاته. ما فكر الاستاذ اصله كله نهضة، فكر داعي لنهضة بغض النظر عن توصيفه، نعم، هو فكر قابل انك تتعاطى معه نقديا تقول فيه صح وغلط. انا عافيك من انه تقول ايه صح هنا وغلط هنا. ايوه من حقك، انا دار بس الاجابه العامه. الاجابه العامه ممكن ان تقول عندك القدره دي، عندي القدره تتعامل دي. انه معاه كفكر انساني بمعنى انساني القاصده انا، ده صحيح، وفيه الصواب وفيه الخطا، ده صحيح. النور عنده الان انتقادات موجوده وعنده رؤيه مجهزه لهذه للصح عندي والخطا، عندي مثلا تحفظات على بعض الاشياء يعني تساؤلات مثلا، تحفظات يعني ولا تساؤلات؟ في فرق بين تحفظات وتساؤلات. التحفظ ما بيجي نتيجه لتساؤل. طيب اديني التحفظ. نعم، يعني مثلا انه مثلا الحركه الجمهوريه، وانا بديت افهم المسائل بشكل افضل ناو الان في 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 هذه اللحظه، مثلا نحن كنا فكره تقريبا الاستاذ امضى وقته كله مع المجموعه الجمهوريه، تاثيرنا على المجتمع الخارجي ما كان كبير. في داخل المنظومة دي مثلا كان الأستاذ هو المركزية، يعني كل شيء بينتهي عنده. بعدين ده كان طبيعي لأنه أغلب الناس اللي كانوا منتمين له أغلبهم كانوا شباب وكده يعني، وبعدين هو محقق يعني ده على الأقل من وجهة نظري أنا أنه هو شخص محقق، يعني فكره ده عاشوا ومحصوا وقعدوا. الصورة دي انتهت بالإعدام، صورة إعداد المجتمع الجمهوري. المجتمع الجمهوري نفسه في الآخر بقى يعني
مجتمعات مجتمعات الى حد كبير ممكن تسميه مجتمعات. ولذلك انا بعتقد انه التصور اللي كان داخل الدائره الداخليه دي ليس، لما انا كنت داخل الدائره دي كنت شايف المخارج في وجهه واحده، الان ارى المخارج والله تعبان معك يا دي في اكثر من وجهه. تعبان سنفهم وين اقدر اقول الاستاذ محمود اخطا ما قاعد انت يقول. ليه داير تقول اخطا او اخطا؟ انا اقول فكر انساني، انا خايف انه يكون في حجاب تعاقل بينك وبينه ما قادر تتعاطى معه نقديا. انا اطمئن بس انه انت عندك القدره دي. اطمئن جدا تمشي. انا عندي القدره يبقى انا قاعد اكتب كل يوم، انا ببني ما انا ما داير يعني ما دايرك انت كانه بس طريق يعني لا لا لا. يعني كل شيء هذا الصحافه لا 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 النور حمد يقول انا الاستاذ محمود لا 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 لا, 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 لا. انت اذا خايف مني انا بطمنك انت قول وانا بطمنك. فانا داير المسائل تفهم ومش مش داير يعني المسائل تمشي باتجاه الاثاره، انه نحن كنا مثلا الفكره اقول لك الفكره الجمهوريه طرحت عوده المسيح ده معروف، عندنا كتابين واحد اسمه المسيح واحد اسمه عودة المسيح ده طلعنا، وكنا بنفهم أن الفكرة الجمهورية مربوطة بأنها البشارات طبعا في أساسا ما في خلاف حولها إسلاميا أن المهدي والمسيح بيجوا في آخر الزمان دي موجودة. لكن الطرح الطرح يرفض هذا هذه المسلمات يعني على كيفه، ممكن يعتبرها إسرائيليات ممكن يعتبرها على كيفه، لكن التصوف الشيعي يعني في شكلين ممكن تقول الشيعي والسني عندهم اتفاقات لحد كبير جدا طيب في البشارات دي نعم. فنحن لما كنا في الداخل بنتصور المسألة دي بالشكل ده، لكن القصة أنه هل نحن كنا فعلا تصوراتنا هي فعلا بتمثل الفكرة الجمهورية ولا بتمثل مدى إدراكنا للفكرة الجمهورية؟ أنا لا زال بعتقد أنه الأستاذ محمود زمنه ما جاء، ولذلك ما بمشي أقول صح وغلط. نتفق معه في الحدود، مسألة الحدود عندي فيها إشكالية مؤكد مثلا يعني 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 الأستاذ محمود ودي الناس بيفتكروا أنه الأستاذ كأنه جاي يعني لأنه التصور أنه هو خارج من صرامة الإسلام إلى أنه يعني يخليه ساهل ومقبول للغربيين، يعني في كلام بيجي زي ده صحيح. الغريبة هو الوعي من المفكرين اللي بيقول أنه الحدود تظل تقام، الحدود لا تتطور لأنها هي بدايات الحياة، يعني أول قانون نظم العلاقة بين الفرد والجماعة هو قانون الزنا، وهو يعني حق الملك حق يعني حفظ العرض وحفظ وأنت المال ترفض. وأنت ترفض ذلك؟ مش برفضه، الموضوع ده بيحتاج لشرح يا الطاهر لو بتديني فرصه. لا 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 بدي فرصة. ما بدي فرصه انا داير اخذ منك انت عندك مراجعات في هذا المفهوم. يعني عندي يعني ما بقبل ما متفق مع الاستاذ في هذا المفهوم. مش ما متفق مع الاستاذ، قادر افهم كلام الاستاذ، لكن ما تلاحظ يا الطاهر الاستاذ قال مثلا شنو قادر افهم ده. انا مش ما كان عندي فيها شك، انا قادر اشوف انت متفق ولا متفق، قادر افهم ده، متاكد انك انت فاهم شكيد انتقد صحيح شكيد عندك القدره انك تنتقد. لا ده صحيح. انت متفق معه ولا ما متفق معه؟ انا يعني واجد صعوبه الان في اني اتفق ان الحدود تطبق كما يعني ما متفق مع الاستاذ. نعم ممكن تقول في المعنى ده كده، لكن ده بظل عندي مسار تساؤل، هل انا فعلا يعني صحيح في الناحيه دي ولا الموضوع ده يمكن أن يكون فيه جانب أنا ما شايفه. ولذلك أنا بس بكون صادق مع نفسي ومعك، بقول لك أني أنا عندي إشكالية في مسألة الحدود، قطع مثلا بالذات زي حد الرجم مثلا أو كده طيب. وإن كان هو من وده كلام قاله الأستاذ طيب. قال الحدود ما بتطبق يعني من الناحية العملية تكاد تكون نظرية، لأنه حد الزنا ده لا يمكن يطبق إلا بالاعتراف. أنا ما عندي مشكلة في نقاش الموضوع كموضوع، لكن يعني دار أخذ الخلاصة إنه أنت بتفتكر إنه عندك مشكلة في هذا المفهوم مع الأستاذ محمود محمد طه، ما قادر تستوعب القصة، رأيه ده ما قادر تبلعه في القصة بتاعته إلى حد كبير. نعم. طيب هل اختطف اليسار الأستاذ محمود محمد طه؟ يعني الآن يعني كيف اليسار بيتعامل مع الأستاذ محمود؟ نعم. بتشعر بحالة بتاعت حنين على المستوى المأساوي والتراجيدي اللي انتهت بها حياة الأستاذ بالإعدام مثلا، هم واقفين هنا ما ماشيين أكثر من كده، القصة دي انتوا قاعد تعانوا لها كيف؟
والله انا بفتكر انه صحيح. يعني مثلا بعد اعدام الاستاذ سنه 85 اليسار يعني اصبح الاستاذ مركب الى حد ما يعني لي 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 لكن هو لادانه الطرف الاخر لادانه الطرف الاخر، لكن في حق فيه يعني، ما برضه فيه جانب بتاع حقوق انسان. يعني ان تقول انه في انسان في القرن العشرين اعدم بسبب افكاره، بغض النظر ان انت موافق على الافكار دي او ما موافق على، صح ولا غلط، العمل ده في حد ذاته ممكن يكون سبب لرفع تساؤلات ومخاوف من الدولة الدينية التي يعني تجي بشكل سلفي. طيب. يعني ما شكل فيه تفهم للحالة الراهنة ولا احتياجات اللحظة الراهنة. طيب وين كنت يوم إعدام الأستاذ؟ كنت